السلام عليكم شباب تالتة ميكانيكا، معكم مهندس عمر الحارون. إن شاء الله هنشرح أول سيكشن من سكاشن تحويل الطاقة. السيكشن ده هيكون إن شاء الله عن فرع الدكتور أحمد حامد. هنتكلم فيه عن اللود كيرف أو منحنى الحمل لأي باور سيستم، وهنحل عليه مسألة زائد مجموعة من المسائل خاصة عن تحويل صور طاقة مختلفة من صورة لصورة أخرى بصفة عامة يعني. تمام، نبدأ السكشن. مبدئيا نتكلم الأول عن شوية مصطلحات خاصة بأي باور سيستم لازم كلكم تكونوا عارفينها الأول. أول حاجة اللي هي الباور دينستي أو كثافة القدرة، معناها هي القدرة منسوبة لوحدة الحجوم، يعني وحدتها وحدة القدرة زي ما انتم عارفين كيلو وات، منسوبة لوحدة الحجوم هتبقى كيلو وات بالمتر تكعيب. طيب لو تاني حاجة اللي هي السبيسيفيك باور أو القدرة النوعية، دي القدرة لما ننسبها لوحدة الكتل من الوقود، يعني هتبقى وحدتها كيلو وات لكل كيلو جرام. بعد كده في حاجة اسمها الثيرمال افيشنسي لأي محطة حرارية. زي ما انتم عارفين الكفاءة الحرارية لأي محطة هي المستفاد على المدفوع. طبعا أنا بستفاد من المحطة باور كهربي وبستهلك كمية من الحرارة، يبقى الكفاءة الحرارية هي الباور الكهربي على كمية الحرارة. طبعا هي dimensionless، ممكن نفك كمية الحرارة دي لمعدل استهلاك الوقود اللي هي ام دوت فول في الهيتنج فاليو بتاع الوقود. في مصطلح تاني بقى اللي هو بسميه الهيت ريت، هو مقلوب الكفاءة الحرارية. الكفاءة الحرارية بتعبر عن معدل استهلاك أو إنتاج الطاقة الكهربية بالنسبة للطاقة الحرارية. الهيت ريت بقى على العكس، هو معدل استهلاك الحرارة بالنسبة للطاقة الكهربية المنتجة. يبقى الهيت ريت هتساوي الكيو دوت ثيرمال على الالكتريك باور. تمام، هو وحدته دايمنشنلس برضو، ولكن احيانا لان البسط باور حراري والمقام باور كهربي فبنكتبها على الصورة دي، كيلو وات ثيرمال على كيلو وات الكتريك. وساعات لو جينا فكينا مثلا الباور الثيرمال، كيلو وات ثيرمال دي هتبقى كيلو جول ثيرمال بير سكند، والسكند زي ما انتم عارفين في واحد على 3600 اور، ال 3600 تبقى في البسط، يبقى هيبقى الناتج النهائي عندي الوحدة عندي 3600 على ايتا ثيرمال كيلو جول ثيرمال لكل كيلو وات الكتريك اور. دي الوحدة اللي بنتعامل معاها لما نعبر عن الهيت ريت. طب دي بالاس اي يونتس. طيب ساعات لو جالي مثلا في مسألة بيتكلم عن البريتش يونت، فوحدة الحرارة في البريتش يونتس هي البي تي يو، بريتش ثيرمال يونت. كل اللي احنا عملناه اللي احنا بنجيب المكافئ 3600 كيلو جول بتساوي او بيكافئ 3412 بي تي يو. طيب نتكلم بقى عن اللود كيرف او منحنى القدرة عندي لأي محطة حرارية. أي محطة حرارية يا شباب بيبقى ليها قدرة اسمية، يعني أنا لو عندي محطة قلت المحطة دي 50 ميجا وات، 50 ميجا وات دي هي البي، بسميها البي ريتد أو القدرة الاسمية للمحطة. مش معنى ان قدرة انتاج القدرة الرسمية للمحطة 50 ميجا وات يبقى انا انتاجي الكلي او الاستهلاك الكلي بوصل للخمسين ميجا وات، لا. انا الحمل عندي ممكن يبقى اقصى حمل عندي على مدار اليوم ما بوصلش للخمسين ميجا وات دي. لو جينا بصينا للمنحنى ده يا شباب، المنحنى ده العلاقة ما بين الباور بالميجا وات وما بين الزمن بعدد الساعات على مدار اليوم. فالحمل عندي او القدرة عندي متغيرة، القدرة اللي انا بستهلكها على مدار اليوم متغيرة.
لحد ما توصل لاقصى قيمه ليها اللي هي بسميها البي ماكسيموم. بي ماكسيموم دي ما بتوصلش للبي ريتد، لو البي ريتد مثلا 50 فالبي ماكسيموم يعني ممكن تبقى 40، انما ما بوصلش للبي ريتد، تمام. وبعد كده بتقل بالشكل ده. طيب لو انا عاوز احسب القدرة المتوسطة على مدار اليوم كامل من اللود كيرف ده، بحسبها ازاي؟ ببساطة شديدة، لو انا ضربت كل باور عندي في عدد الساعات اللي بيستهلك فيها الباور ده، يعني الباور الاولاني ده مثلا استهلكته على مدار ساعتين، اضربه في ساعتين، زائد الباور الثاني في 3، زائد مثلا البي ماكسيموم في 4 ساعات، وهكذا. يبقى انا كده حسبت الطاقة المستهلكة على مدار اليوم كلي بالوحدة الميجا وات اور. طب فرضا انا عاوز احسب القدرة المتوسطة، يعني القدرة المتوسطة دي معناها لو انا شغلت المحطة عند قدرة ثابتة هتكافئ الاستهلاك المتغير ده على مدار اليوم، فبقسم القدرة بتاعتي اللي انا حسبتها او الطاقة بتاعتي اللي انا حسبتها على مدار اليوم على الزمن بتاعي اللي هو 24 ساعة. يبقى انا كده حسبت القدرة المتوسطة للمحطة. طب عندي مصطلح اسمه الكاباسيتي فاكتور، ده مصطلح مهم جدا في محطات القوة او معامل السعة. ببساطة الكاباسيتي فاكتور ده هو البي افريج على البي ريتد. بي افريج اللي هي القدرة المتوسطة، اللي هي قلنا لو شغلنا المحطة عند قدرة ثابتة، على البي ريتد اللي هي اقصى قدرة، القدرة الاسمية للمحطة. المحطة مثلا بقول 50 ميجا وات، يبقى هي ال 50 ميجا وات دي. المعامل ده بسميه الكاباسيتي فاكتور، هو بيعبر عن استهلاك المحطة، يعني بيشوف انا بستهلك باور على مدار اليوم مقداره قد ايه بالنسبة للقدرة الاسمية للمحطة. عندي معامل تاني بسميه اللي هو اللود فاكتور. اللود فاكتور هو البي افريج على البي ماكسيم. ببساطة شديدة البي افريج دي اللي هي القدرة المتوسطة زي ما قلنا، البي ماكسيمم ده هو أقصى حمل على مدار اليوم، اللي هو قلنا في ساعات الذروة عندي لو بالليل بستهلك أقصى حمل هو عمره ما يوصل للبي ريتد، فأنا بنسب البي افريج للبي ماكسيمم. كل ما كان يا شباب المنحنى عندي، منحنى استهلاك الطاقة جاي بشكل سموث كده، فيبقى اللود فاكتور ده بيقرب من الواحد، لأن البي افريج لو جينا حسبنا المتوسط هتلاقيه يقرب من البي ماكسيمم. كل ما كان عندي منحنى الحمل متغير بدرجة كبيرة، فبنلاقي عندي اللود فاكتور دي بأقل من الواحد، هي قيمتها بتتراوح ما بين الصفر وما بين الواحد. طيب نخش على المسائل. أول مسألة يا شباب هتلاقي عندكم في الشيت بيقول لي 2400 ميجا وات باور بلانت، طبعا محطة طاقة، وقال لي 2400 ميجا وات. طبعا طالما ما قاليش يبقى ممكن اعتبر ال 2400 ميجا وات دي هي القدرة الاسمية للمحطة اللي هي البي ريتد. طيب مديني الاستهلاك على مدار اليوم بوحدة الميجا وات، يبقى هنا مقسم لي اليوم اهو بعدد ساعات من 12 ل 5 اي ام بستهلك 850 ميجا وات، 5 ل 7 اي ام 1250 ميجا وات، وهكذا عدد ساعات اليوم اللي هم 24 ساعة، كل عدد ساعات معينة بستهلك قدرة محددة. طيب هو طالب، أول مطلوب طالب إن أنا أحسب التوتال انرجي جنريتد فور 1 دي، يعني عاوز يحسب الطاقة بتاعتي اللي أنا استهلكتها على مدار يوم كامل بوحدة الميجا وات اور. بكل بساطة دي وحدة الجدول ده قدرة، وأنا عاوز أحسب طاقة عشان أحول القدرة لطاقة، يبقى أضرب القدرة في عدد الساعات، القدرة بالميجا وات وعدد الساعات اور، يبقى الوحدة الناتجة عندي وحدة ميجا وات اور.
تمام. انا عاوز احسب على مدار يوم كامل، يبقى اضرب كل قدرة في عدد الساعات اللي استهلكت فيها القدرة، احسب الصمشن على مدار اليوم الكامل، يبقى انا كده حسبت الطاقة اللي انا استهلكتها على مدار يوم كامل. طيب نكمل المسألة. قال لي assume the power plant burns coal with heating value of 26400 كيلو جول لكل كيلو جرام، ومديني الكفاءة الثيرمال efficiency 38%. عاوز التوتال ماس اوف كول كونسيومد during one day، يبقى عاوز كمية الفحم اللي أنا استهلكتها على مدار يوم كامل بمعلومية الكفاءة ومعلومية الهيتنج فاليو. ببساطة شديدة عوض في قانون الكفاءة اللي احنا كتبناه سابقا، نحسب منه كمية الفحم اللي عندي. تالت مطلوب، قال لي عاوز الماكسيمم ديزاين كول ريت ان طن بالاور. المطلوب ده عاوز معدل استهلاك للوقود، بس قال لي الماكسيمم ديزاين. خلي بالكم، طالما قال كلمة ديزاين في المسألة يبقى معنى كده ان هو يقصد ان احنا هنشغل المحطة عند البي ريتد، القدرة الاسمية بتاعتها. يبقى افترض ان الحمل عندي، طبعا ده افتراض نظري فقط، احنا زي ما قلنا الحمل اقصى قيمة ليه بتوصل لبي ماكسيمم، عمري ما اوصل للبي ريتد. طيب هو هنفترض ان احنا شغلنا المحطة عند البي ريتد دي، و بالتالي كمية الفحم اللي هستهلكها هي أقصى قيمة نظرية ممكن أستهلكها. هو عاوز المعدل بتاعها بقى بالطن بير أور. بعد كده المطلوب اللي بعده الهيت ريت بالوحدة اللي احنا شرحناها مسبقا، كيلو جول لكل كيلو وات أور، وعاوز اللود فاكتور بتاع الدي ده. خطوات الحل ببساطة، هرسم الأول اللود كيرف على مدار اليوم عدد الساعات، قلنا هنا من 12 ل 5 اي ام يعني حوالي 5 ساعات، استهلاك القدره بتاعه 850 ميجا وات، اهي 850. بعد كده اليوم اللي بعده 1250 ميجا وات، الساعتين اللي بعدهم من 5 ل 7 1250 ميجا وات، وهكذا على مدار ال 24 ساعه. يبقى انا كده حسبت اللود كيرف. تمام، يتضح لي من اللود كيرف بتاعي ان اقصى استهلاك حصل هو 2350 اللي هي ما بين 1 ل 4 بي ام وما بين 4 ل 5 بي ام، ده اقصى استهلاك عندي استهلكته، يبقى هو ده يعتبر البي ماكسيمم خلاص، وما قربش للبي، ما وصلش للبي ريتد اللي هي القدره الاسميه للمحطه اللي هي 2400 ميجا وات. طيب اول مطلوب عندي يا شباب، لو عاوز احسب الطاقه اللي انا استهلكتها على مدار يوم، هجيب سمشن الباور في عدد الساعات على مدار ال 24 ساعه، اضرب 850 في 5 زائد 1250 في 2 زائد 1840 في 1 وهكذا على مدار اليوم كامل. يبقى كده حسبت الباور بتاعي او الطاقه بتاعتي المستهلكه بوحده الميجا وات اور. طيب تاني مطلوب، كان طالب كمية الفحم بدلالة الكفاءة الحرارية والهيتنج فاليو. عوض في قانون الكفاءة خلاص، خلي بالكم قانون الكفاءة، لو البسط باور يبقى المقام باور، لو البسط عوضت بطاقة يبقى المقام هيبقى طاقة. فهنا البسط هو عوض طالب كمية فحم مش معدل، فأنا عوض يفضل بالطاقة أحسن يعني. فهنا الطاقة المستهلكة على مدار اليوم كنا قلنا حسبناها بوحدة الميجا وات أور، هنحولها للجول، هنضرب في 3600، الأور فيها 3600 سكند، يبقى كده اتحولت بالميجا جول، أضرب في 10^6 بقت بالجول. طب المقام كيو ثيرمال هتساوي الإم في الهيتنج فاليو خلاص، الهيتنج فاليو وحدة كيلو جول لكل كيلو جرام، واضرب في 10^3 عشان تبقى بالجول لكل كيلو جرام، يبقى كده حسبت الام كول، اقسمها على 1000 عشان تبقى بوحدة الطن، يبقى دي كمية الفحم اللي انا استهلكتها على مدار يوم. تالت مطلوب يا شباب، كان طالب معدل استهلاك الماكسيمم للفحم، وقلنا المعدل استهلاك ده الماكسيمم
اللي هو بفترض ان انا شغلت المحطة عن بقدرة الاسمية اللي هي البي ريتد، خلاص. طيب فانا هنا اعوض بقانون الكفاءة الحرارية، معلش يا شباب، البسط هنا هو البي ريتد دي اللي هي ال 2400، دي غلطة بس. فانا اعوض يا شباب في القانون ده، هنعوض عن البي ريتد البسط قدرة، قلنا يبقى المقام هيبقى قدرة، قدرة يبقى معدل استهلاك للفحم مش كمية، يبقى ام دوت كول في الهيتنج فاليو بتاع الوقود. يبقى كده طلع لي معدل استهلاك الفحم بالكيلو جول بير سكند، هو كان عاوزها بالطن بير اور، سهلة التحويلة، عشان احول من كيلو جرام لطن اقسم على 1000، وعشان احول من سكند لاور اقسم على 3، المقام على 3600، بضرب في 3600 تبقى الوحدة عندي طن بير اور. الهيت ريت زي ما قلنا قبل كده اللي هو معدل الاستهلاك الحراري بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة، اللي هو مقلوب الكفاءة، بس احنا عملناه بوحدة اللي هي الكيلو جول وكل كيلو وات الكتريك اور، يبقى اقسم او البسط هيبقى 3600 على الايتا سيرمال. طيب اللود فاكتور زي ما قلنا، لود فاكتور هو البي افريج بتاعتي على البي ماكسيمم، اقصى حمل استهلكته هو ايه؟ يتضح من الجدول ومن الرسم اللي هو 2350، ده اقصى قدرة على مدار اليوم. طب القدرة المتوسطة، احنا في اول مطلوب يا شباب حسبنا الطاقة المتوسطة، خلي بالكوا دي وحدة طاقة ميجا وات اور دي. طب لو انا عاوز احسب المتوسط على مدار اليوم، يبقى اقسم على زمن اليوم، زمن اليوم اللي هو كام؟ 24 ساعة، يبقى يمثل الطاقة المتوسطة او القدرة المتوسطة على مدار اليوم. يبقى ببساطة اقسم الترم ده على 24 ساعة، ميجا وات اور على وحدة اور، يبقى المحصلة عندي هيبقى المتوسط القدرة بالميجا وات. ادي يا شباب قسمت الطاقة المتوسطة على 24 ساعة، المقام قلنا اللي هو القدرة الماكسيمم اللي هي 2350، يبقى كده حسبت اللود فاكتور. طبعا المنحنى ده هي منحنى استهلاك للقدرة لعدد لعدد الساعات، ممكن يبقى جاي في صورة كيرف، خلاص، مش شرط يبقى جاي قدرة ثابتة لعدد ساعات معينة، لا ممكن يبقى جاي في صورة كيرف، وساعتها عشان نحسب قدرة المتوسطة بتاعتي هتبقى هنشتغلها بالتكامل، يعني منحنى القدرة عندي هيبقى مديهولي ونستخدمها، نشتغل المسألة بالتكامل يعني. طيب نخش بقى على مجموعة من المسائل بتتكلم عن تحويلات الطاقة بصورة عامة. مسألة رقم 4 يا شباب في الشيت بيقول لي determine the amount of antimatter in kilogram per year required to fuel 10,000 ميجا وات matter antimatter power system. طيب الأول عاوزين نفهم إيه هو تفاعل المطر antimatter أو تفاعل الجسيم والجسيم المضاد. الكلام ده يعني ممكن تعرفوه قدام شوية في شابتر الطاقة النووية، بس هنا اللي يهمنا إن إحنا نفهم إيه تحويلات الطاقة بس، يعني أنا بحول من صورة طاقة إلى صورة طاقة أخرى، أنا عاوز أعرف إيه إزاي أحسب الطاقة الناتجة بس. إيه فأنت لما تدرس شابتر النووية هتفهم التفاعل ده. طيب مبدئيا كده هديكوا نبذة مختصرة عن التفاعل ده. تفاعل المطر انتي مطر ببساطة هو تفاعل بيتفاعل فيه، تتحد فيه كتلتين، او بيحصل تفاعل ما بين كتلتين متساويتين بشحنات مختلفة، يعني مثلا الالكترون يتفاعل مع الكترون مضاد، او ساعات بنسميه البوزيترون، الكترون شحنته سالبة زي ما احنا عارفين، الكترون المضاد ده هيبقى شحنته موجبة وبنفس الكتلة. طب التفاعل ده اللي بيحصل فيه، التفاعل ده بتختلف
الكتلة بتفنى الكتلة تماما وبتتحول إلى طاقة حرارية هائلة، نحسبها بالمعادلة اللي هي الشهيرة اللي هي الـ E بتساوي M C تربيع. تمام كده؟ هنا يبقى أنا يهمني تعرف إن التفاعل ده بتتحول فيه الكتلة إلى طاقة حرارية. الطاقة الحرارية دي بيها هنستخدمها في محطة طاقة، نولد بيها طاقة كهربية، ده اللي احنا عاوزين نحسبه يعني. ادي التفاعل اهو يا شباب، تولد طاقة حرارية قلنا هي ام سي تربيع، وقلنا الكتلتين متساويتين خلاص، بسمي الكتلة بارتكل او ام مطر، والكتلة التانية ام انتي مطر. يبقى الطاقة الحرارية الناتجة هتبقى مجموع الكتلتين في مربع سرعة الضوء، سرعة الضوء اللي هو 3 × 10^8، ده يبين لي مقدار الطاقة الحرارية الهائلة اللي تولدت من التفاعل ده. الطاقة الحرارية دي يا شباب بستخدمها في ايه؟ قال لي مطر انتي مطر باور سيستم، باور سيستم بيولد لي طاقة كهربية من الطاقة الحرارية دي المعلومة اللي تهمني بقى. لقيته يا شباب بتديلي 10,000 ميجا وات باور سيستم. ال10,000 ميجا وات دي هنعتبرها البي ريتد. ليه؟ لأن لو كملت المسألة يا شباب هتلاقيه بيقول لي اوبريتس ويز كونفرجن افيشنسي 45%، مديني الكفاءة بتاع السيستم ده ب 45%، ومديني الكباستي فاكتور. معنى ان هو اداني الكباستي فاكتور، زي ما احنا عارفين مسبقا الكباستي فاكتور كان بيساوي القدرة المتوسطة على القدرة الإسمية خلاص. فالقدرة المتوسطة دي هنعتبرها القدرة الفعلية الكهربية اللي هي تولدت من الباور سيستم ده. طب القدرة المقام عندي القدرة الإسمية، يبقى هو يقصد بال10,000 ميجا وات دي هي القدرة الإسمية. كده بقت المسألة بسيطة خالص. السيستم عندي كفاءة التحويل بيساوي المستفاد على المدفوع، المستفاد هنا باور كهربي على طاقة حرارية خلاص. الأول هنحسب الطاقة الكهربية، الطاقة الكهربية قلنا هي الكباستي فاكتور في البي ريتد اللي هي 7 × 10 × 10,000، يبقى 7,000 ميجا وات. طيب كفاءة التحويل هنقول هي البي إلكتريك على البي سيرمال. تمام، هو طالب كتلة الانتي ماتر دي بير كيلو جرام بير يير، يعني عاوز الكتلة اللي تولد الطاقة الكهربية اللي انا محتاجها دي في خلال سنة، كتلة المطر او الانتي ماتر. فببساطة البي الكتريك اللي انا حسبته ده خلاص بالميجا وات، فأنا هقوم ضربه في 10^6 هيبقى بالوات، وأضرب في المدة الزمنية بتاعتي، المدة الزمنية بتاعتي سنة اللي هي 365 يوم في 24 ساعة، والساعة فيها 3600 سكند. يبقى كده ببساطة المقدار ده يمثل الطاقة الكهربية بوحدة الجول اللي بستهلكها على مدار سنة خلاص. يبقى ده البسط، الكلام ده هيساوي الايتا كونفرجن في الايتا في الاي سيرمال. الاي سيرمال قلنا هي ام بارتكل زائد الام انتي بارتكل، والكتلة متساوية، يبقى 2 ام في السي تربيع في الكفاءة بتاعتي ب 45%. يطلع في النهاية الكتلة عندي بتاع المطر والانتي مطر متساوية زي ما قلنا ب 2.7 كيلو جرام. يبقى معنى لو انا معايا كتلة 2.7 كيلو جرام من البارتكل دي، هتولد لي 7,000 ميجا وات كهربا خلال سنة كاملة، يعني على مدار سنة كاملة. الكتلة دي تكفي لتوليد كمية الطاقة دي على مدار سنة كاملة. طيب تاني مسألة يا شباب، أو تالت مسألة اللي هي مسألة هتبقى تلاقي رقم 2 في الشيت،
المسألة دي بيقول لي عاوز مساحة الخلية الشمسية. طبعا زي ما انتوا عارفين الخلية الشمسية بتحول الطاقة اللي موجودة في الإشعاع الشمسي أو طاقة الشمسية اللي متمثلة في الموجات الكهرومغناطيسية الموجودة في الشمس، بتحولها مباشرة إلى طاقة كهربية. فهو في المسألة دي بيقول لي يا شباب إن الطاقة الكهربية دي بستخدمها عشان أشغل بيها عربية بتشتغل بالطاقة الكهربية. طبعا قال لي كفاءة التحويل عندي بتاع السيستم كله اللي هي الكونفرجن افيشنسي حوالي 10%. طبعا هي كفاءة التحويل بتاع الخلايا الشمسية هي بتبقى في حدود 20 لـ25%، أو ممكن تزيد شوية عن 25. هي 10% قليلة شوية بس مش مشكلة، نتعامل معاها على 10%. قال لي العربية دي محتاجة 20 هورس باور كهربية عشان تشتغل، ومديني معطى تاني قال لي كمية الإشعاع الشمسي أو معدل الإشعاع الشمسي الساقط على الخلية لوحدة المساحات 650 واط على المتر تربيع. احسب مساحة الخلية. فكده لو قلنا المعطيات عندي الكفاءة بتاع السيستم عندي 10%، البي الإلكتريك الباور الكهربي اللي لازم لتشغيل العربية دي 20 هورس باور، والإشعاع الشمسي 650 واط على المتر تربيع. طبعا الهورس باور التحويل ممكن تلاقيه على الآلة الحاسبة بسهولة، بيساوي 746 واط. كل اللي عاوزك تفهمه من المسألة إن الخلية الشمسية دي بتحول من طاقة إيه لطاقة إيه بس، يعني ده الكونسبت بتاع المسألة بس. فالخلية الشمسية بتحول طاقة شمسية بي سولار إلى بي إلكتريك. هو بدلالة كفاءة التحويل اللي هي 1 من 10، هنعوض في القانون البسط عندي البي إلكتريك بالـ20 هورس باور حوله لواط لما اضربه في 746 على البي سولار اللي هو شدة الإشعاع الشمسي هو بالواط على المتر تربيع، يبقى اضرب في الاريا سيل مساحة الخلية بقى. انا كده حولته لوات. المجهول الوحيد عندي مساحة الخلية، بقى كده حسبت مساحة الخلية اللازمة عشان أولد طاقة كهربية 20 هورس باور اللازمة لتشغيل العربية. ده بالنسبة لأول مطلوب يا شباب في المسألة عندي. طب بالنسبة لتاني مطلوب بقى، بيقول لي لو العربية دي، لو أنا العربية واقفة في الباركينج عندي، ممكن الخلايا الشمسية دي لو ضفت ليها بطاريات ممكن تخزن الطاقة، خلاص؟ وقال لي بمعدل 4 ساعات لكل ساعة من الأوبريشن. يبقى معنى المعلومة دي، بيقول لي العربية كان ستورينج أتريد أوف 4 أور فور إيتش أور أوف أوبريشن. معنى كده في الحالة دي يا شباب الإشعاع الشمسي والعربية شغالة، خلاص؟ هيولد مباشرة طاقة كهربية. طيب لو العربية واقفة هتخزن الطاقة اللي عندي الكهربية في صورة بطاريات بحيث أستهلكها لما الحمل أو الإشعاع الشمسي عندي يقل. بس قال لي المعدل بتاعي بتاع التخزين 4 أور فور إتش أور أوف أوبريشن. معنى المعلومة دي يبقى اللي أنا بخزنه في 4 ساعات بستهلكه في ساعة واحدة، ده في حالة التخزين، تمام كده؟ طيب في الحالة التانية يا شباب عاوز مساحة الخلية بمعلومية قال لي الكفاءة التخزين بـ60%. يبقى الحالة التانية يا شباب أنا بخزن الطاقة بمعدل 4 ساعات لكل ساعة من ساعات التشغيل. طيب في الحالة التانية هيبقى عندي الطاقة الكهربية المنتجة من وسيلتين، أنا هقسمها لكم في الرسمة دي عشان تسهل عليكم. أول احتمال عندي إن الطاقة الشمسية تسقط على الخلية وتولد مباشرة طاقة كهربية، هسميه بي إلكتريك دايركت بكفاءة تحويل 1 من 10. طيب تاني احتمال إن الطاقة تكون جاية من التخزين أو الطاقة الكهربية اللي هتشغل العربية
جاية من التخزين. يبقى الطاقة الشمسية هسميها بي سولار ستورج، هتقع على الخلية هتتحول الأول لطاقة كهربية بكفاءة تحويل نفس الكفاءة، هو ما قاليش غير الكفاءة، فأنا أعتبرها واحدة اللي هي 1/10. بعد كده أخزنها في البطارية في صورة طاقة كيميائية، وبعد كده أحول الطاقة اللي أنا خزنتها دي لطاقة كهربية هسميها البي إلكتريك ستورج، اللي هي الطاقة اللي جاية من التخزين، الطاقة الكهربية اللي جاية من التخزين، والكفاءة عندي ب6/10. بمعنى كده العربية هتشتغل بالبي إلكتريك دايركت زائد البي إلكتريك ستورج، يعني جزء من الطاقة الكهربية اللي هي العشرين هورس باور اللي هتشغل العربية جاي من بي إلكتريك دايركت، والبي إلكتريك اللي جاي من الستورج. خلاص، يبقى لازم العشرين هورس باور اللي عندي تساوي البي إلكتريك دايركت زائد البي إلكتريك ستورج. طيب لو جينا نحسب هنا الكفاءة، بيتا كونفرجن ب1/10 تساوي المستفاد على المدفوع، يا هنا البي إلكتريك دايركت على البي سولار دايركت. أما في الحالة التانية فدخلت عندي كفاءة البطارية، عندي كفاءة التخزين في البطارية اللي هي ب6/10، يبقى القانون عندي هيبقى 1/10 في 6/10، نضرب الكفاءتين في بعض هتساوي البي إلكتريك ستورج على البي سولار اللي جاي من الستورج. ببساطة شديدة هنقول البي إلكتريك توتال بقى في الحالة التانية اللي هي 20 × 746 واط هتتقسم لنصين، نص جاي مباشرة من الأشعة الشمسي اللي هو البي إلكتريك دايركت، وده من القانون ده البي إلكتريك دايركت هتساوي 1/10 في البي سولار دايركت، البي سولار دايركت واللي هو 650 في الأريا سيل. طيب نيجي بقى في المشكلة اللي عندي أو التركاية في الجزء الثاني، البي إلكتريك اللي جاي من الستورج. حسب القانون ده البي إلكتريك اللي جاي من الستورج هتساوي 1/10 في 6/10 في البي سولار اللي جاي من الستورج. بس هنا يا شباب ما ننساش المعلومة اللي قالها لي، اللي قال لي معدل الاستهلاك 1 أور هيبقى في حالة الاستورج جاي من 4 ساعات تخزين. يبقى بمعنى أصح إن الإشعاع الشمسي 650 ده اللي هضربه في 4، هنا الاختلاف بقى. يعني بفرض لو أنا شغلت العربية دي لمدة ساعة، خلاص هستهلك 20 × 746 في ساعة. خلاص، فالطرف اليمين بقى بي إلكتريك دايركت لمدة ساعة، في حالة الدايركت مفيش مشكلة، في حالة الاستورج ساعة استهلاك كهربي ناتجة من 4 ساعات تخزين شمسي. يبقى نضرب الإشعاع الشمسي هنا في 4 ونضرب في الأريا سيل عشان نحول الأريا سيل، نحول الإشعاع الشمسي بوحدة الوات، نحسب الأريا سيل، وطبعا هتقل يا شباب عن المطلوب الأولاني، ده منطقي لأن هنا بقى عندي التخزين بيزود لي كمية الطاقة الكهربية اللي أنا كان ممكن أولدها، فبالتالي المساحة هتقل عندي. آخر مسألة يا شباب، بيقول لي السيستم ده يا شباب a proposed solution for the supply of electric energy to a house، يعني أحد طرق إن أنا أمد بيت بالطاقة الكهربية. بيقول لي بستخدم ويند مايل تو بامب ووتر فروم ا ديبس اوف 30 متر، فبستخدم ويند مايل عشان تضخلي الميه من ارتفاع من على ارتفاع الى ارتفاع 30 متر، الميه دي بخزنها في تانك. طيب ازاي برضه اولد الكهرباء؟ قال لي بستخدم ريفرسيبل ووتر بامب تيربين، يعني بستخدم ريفرس تربينه وبامب، يعني سيستم بيشتغل تربينة وبامب في نفس الوقت. في حالة لما أضخ المياه لارتفاع 30 متر هتبقى تشتغل كبامب. طيب لما عاوز المياه اللي أنا خزنتها بقى وعاوز أولد منها طاقة كهربية، المياه دي هتنزل على التربينة، هتشتغل بقى في الحالة دي كتربينة، والتربينة دي متصلة بجنريتور فتولد لي كهرباء. ده ببساطة السيستم بتاعي. خلاص؟
هو بيقول لي الكلام ده: The wind mile shaft is not only connected to a water pump turbine, but it also directly connected to an electric generator. طيب معدل استهلاك البيت بقى، أو كمية الطاقة اللي بيستهلكها البيت ده خلال يوم، قال لي 80 كيلو وات أور بير دي. طب عايز إيه بقى؟ أول مطلوب عاوز حجم التانك بالمتر تكعيب. Required to store water for 3 days. يبقى عاوز حجم التانك ده اللازم عشان أولد كهربا تكفي البيت ده لمدة 3 أيام. طيب وداني الكفاءة عندي. الكفاءة عندي الأول لازم نعرف إحنا بنحول من طاقة إيه لطاقة إيه. إحنا بنحول من طاقة اللي أنا خزنتها في التانك دي، اللي هي الطاقة لما أفتح المية تخش على التربينة، يبقى أحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. خلاص، فهنا كفاءة التحويل بقى من ميكانيكال لإلكتريكال conversion efficiency قال لي ب 55%. يبقى فكرة المسألة كلها أفهم أنا بحول من طاقة إيه لطاقة إيه. أنا هحول الطاقة الميكانيكية، المية لما تتحرك تخش على التربينة هتشغل التربينة وبالتالي تشغل الجنريتور فتولد لي طاقة كهربائية. تمام. طيب ببساطة بقى الحل، أنا الإيتا كونفرجن زي ما أنا عارفين هسميه، هتساوي البي إلكتريك المستفاد على البي المدفوع اللي هو البي ميكانيكال، أو هسميه البي هيدروليك. خلاص، البي هيدروليك دي يا شباب أحسبها إزاي؟ هي المفروض الضغط اللي عندي في الحجم بتاع التانك. خلاص، يبقى الطاقة عندي بتاع الهيدروليك دي هتساوي الضغط. الضغط بيساوي ايه؟ رو جي اتش، الرو جي اللي هي الجاما في الاتش. خلاص، لما اضربها في كيو، كيو دي اللي هي الحجم اللي عندي لوحدة الزمن، يبقى الفي بالنسبة للتايم. يبقى كده عندي الطاقة بتاعتي بوحدة الوات. خلاص، طيب ده معدل استهلاك. لو انا عاوز احولها لطاقة يبقى هعتبر الحجم، هشيل الزمن من الموضوع، يبقى الطاقة اللي عندي بوحدة الجول هتبقى جاما في الفي في الاتش. طيب يبقى انا لما اعوض في القانون اللي عندي الكفاءة ب 55%، البسط عندي البي الكتريك اللي هو 80 كان كام؟ 80 كيلو وات اور، هو عاوز 3 ايام، يبقى اضرب ال 80 دي كيلو وات اور في 3، يبقى كده الطاقه في 3 ايام. ولكن عشان احولها بالجول يبقى اضرب في 10 اس 3، تحول من كيلو وات لوات، و3600 عشان تتحول للجول. المقام عندي زي ما قلنا هعوض بالطاقه عندي، الطاقه الهيدروليك عندي اللي هي جاما في كيو في الاتش، اللي هي 1000 في 89 9.8 من عشرة في الاتش عندي اللي هي 30 متر، رفعت المية على ارتفاع 30 متر في حجم التانك اللي عندي، يبقى المجهول الوحيد هو حجم التانك. يبقى ده الحجم اللازم عشان اخزن المية بحيث تولد لي كهرباء تكفي للبيت ده لمدة 3 ايام. طيب تاني مطلوب يا شباب، عاوز الدايمنشن بتاع التانك بافتراض ان الدي هتساوي الاتش، القطر التانك ده بيساوي ارتفاعه. ببساطة شديدة يبقى الحجم التانك هيساوي 4 على 4 تي تربيع في الاتش، وهنقول الدي بتساوي الاتش فنحسب الدي في الاتش. تمام كده يا شباب، كده خلصنا السكشن. السكشن ده كان هدفه اول حاجة اتكلمنا فيه عن اللود كيرف، واتكلمنا عن شوية مصطلحات خاصة بمحطات القوة. بعد كده خدنا شوية مسائل بتتكلم عن تحويلات الطاقة بصفة عامة، يعني ازاي لما احول من طاقة لطاقة اخرى وعندي كفاءة التحويل افهم بس السيستم اللي عندي بيحول من صورة
من أي صورة طاقة لأي صورة طاقة بدلالة كفاءة التحويل، أقدر أحسب المجاهيل اللي عندي. تمام كده يا شباب، شكرا.